خطاوي. الرحلة كلها خطاوي والخطوة عندك بتساوي، دم الصليب بيداوي ويسوع هو اللي حامي، صوته دايما في وداني عينه على كل خطاوي، بيحس بيا وباللي انا فيه، اصله ابويا ونجاني. مدة وطالت وسنين عدت، تحديات والروح اندفنت، بكره هيجي فجر جديد تتحقق فيه المواعيد، بكره هيجي فجر جديد تتحقق فيه المواعيد. خطاوي ممكن يبقى عندي نوع من التحيز للألم النفسي، لأن ده أكبر ألم أنا عديت بيه، وفاكر كويس قوي صراع ان انا مش فاهم انا عندي ايه، ان انا سنين بحاول افهم عشان احل ومش عارف، ان انا مش عارف اشرح مش عارف اعبر، ويوم ما اتكلم والشخص اللي انا اتكلمت معاه يبتدي يرد عليا ابقى عايز اقوله لا انت مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها. هاي اندرو. هاي ميرا. منور. الموضوع صعب قوي بس انا متحمس اتكلم معاكي فيه لانه مهم. يلا بينا. في العادي لو في شخص متألم أو تعبان الناس هتقول له مالك أو إيه اللي حصل، بس في حالة المرض أو الصراع النفسي هو مش إيه اللي حصل، هو إيه اللي حاصل بالظبط. فإيه اللي حاصل يا مير؟ اللي حاصل إنه في عالم جوه دماغ البني آدم اللي بيمر بألم نفسي ناس تعرفش عنه حاجة، وهو الحاجات دايماً أو معظم الوقت ملهاش سياق منطقي، أنت فجأة بتحس حاجة أو على حسب طبعاً كل حد واللي حاسس بيه أو اللي بيمر بيه. فده جزء من المشكلة الكبيرة، إنه مفيش حاجة معينة حصلة عشان أقول للناس حصل إيه. أول حاجة اللي خلتني مش مرتاح دلوقتي هي مش بالضرورة حاجة بتتعب معظم الناس، فده اللي بيخلي الكلام يمكن عن المرض النفسي أصعب قوي، مش كده؟ بالزبط. ممكن نكمل بس نقعد. تفضل. مرسي لزوق. مرسي. شفتي إزاي إن في مشكلة؟ اعتقد ان انا معرفتش في لحظه بعينها، بس الموضوع اخد سنين كتيره. انا عندي 26 سنه، ومن يمكن وانا عندي 19 او 20 سنه بدات احس ان في حاجه مش صح، بس ما كنتش فاهمه هي ايه. والموضوع اخد تقريبا 3 سنين عشان اقدر بس يعني عشان اخد خطوه ان انا اروح لدكتور او احس ان انا اصلا محتاجه لدكتور فاروح اكشف فاعرف انا عندي ايه. فانت سنين في الضلمه مش عارفه مالك عشان تعرفي تصلحي الموضوع ازاي اصلا. انا الموضوع بدا من الاضطراب القلق، الانكزايتي ديس اورد. وكان ما كنتش فاهمه ده ايه. انا عندي افكار مسيطره عليا بتخوفني، بطني بتوجعني، يعني بيحصل تغيرات حتى في يعني في جسمي ان انا بتعب قوي. وانا مش شرط يبقى في حاجه حاصله، امتحان مثلا فجاه كده. مش شرط خالص يبقى في اي حاجه، بالعكس. يعني في حالتي انا او في وقتي انا ما كانش عندي حدث كبير هو اللي كان فجر المشكله او عمل مشكله. بس في 2018 كان بقى كل التراكمات بتاعت السنين اللي فاتت وصلتني لمرحله ان انا اتشخصت اكتئاب، يعني رحت للدكتور واتشخصت اكتئاب في اخر سنه في الجامعه، في اخر ترم، وفي نفس الوقت بدأت شغل، وكنت نفسي قوي أثبت نفسي في الشغل لأني أنا بحب شغلي قوي. فكنت بشتغل 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 وما برتاحش خالص. عندي تراكمات من سنين فاتت فيها حاجات مش محلولة أو مشاكل ما تحلتش. وأنا فاكرة كويس قوي اللحظة اللي فيها كنت قاعدة قدام البحر وقلت لربنا لو بكرة هيبقى زي النهاردة أرجوك خلي النهاردة آخر يوم. خلاص أنا جبت آخري. خلاص بقى مش نافع، يعني أنا مش لاقية منفذ. رحت للدكتور واتشخصت ساعتها حاجة اسمها متلازمة الاحتراق النفسي، burnout syndrome. دي بتيجي بسبب إنه ما بتخرجش اللي جواك بشكل صحي، ما عندكش دائرة أمان، في خيبات أمل كتير في حياتك مش محلولة، فبتوصل لمرحلة إنه ما عندكش مساحة نفسية إنك تستوعب أي ضغط بسيط من الحياة اليومية، وده بيودي في الآخر الاكتئاب. خطاوي.
لكن فرق معايا اللي ميرا قالته لما قالت إنها قالت لربنا لو بكرة هيبقى زي النهاردة أنا مش عايزة أروح. بس الملفت للانتباه إن بكرة ده ممكن يبقى أبعد من الـ 24 ساعة الحرفيين. أعتقد في ناس بيبقى أوضح لها قوي إن هم يشوفوا المرض الجسدي في الكتاب المقدس ومعجزات الشفاء اللي حصلت وركزت على الموضوع ده، لكن إزاي ممكن نشوف بعد المرض النفسي في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيتكلم أكتر ما بيتكلم عن ناس مبسوطة وطايرة في السماء، يعني بيتكلم أكتر عن ناس في واقع الحياة تعبانة مضغوطة محبطة. والمزامير نفسها سفر المزامير فيه 42 مزمور بيتكلموا عن الضغط والتعب النفسي، بنسميها مزامير الرثاء، انه انا بشكي واقول له انا تعبان وانت فين. مزمور 13 مثلا من اكتر المزامير اللي حتى يبان الكلام فيها غريب، يعني ما يبانش حتى كلام فيه ايمان قوي، يعني بيتكلم عن الى متى يا رب تنساني كل النسيان، الى متى تحجب وجهك عني، الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، الى متى يرتفع عدوي علي. فالكلام ده كلام محبط جدا، بس ده تجربتنا الانسانيه الحقيقيه، لان احنا عايشين في عالم ساقط وعالم مليان تعب. اوكي، بس زي ما بيوصف المزمور لو واحد بقاله فتره طويله كل يوم في تعب وبيعافر ومش بيوصل لحاجه ممكن يعمل ايه؟ المزمور برضو بيقدم لنا الرد. أوكي. بعد ما بيقول ان انا حزين كل يوم، ده طبعا مبدئيا بيقول انه ما فيش مشكله ان انا كمؤمن اكون متضايق وحزين كل يوم، دي مشاعر طبيعية. طبعا الكتاب مش بيقول كلمة اكتئاب، بس احنا دلوقتي بنصنفها انه ممكن يكون اكتئاب او قلق مرضي او اي نوع من المشاعر السلبية او اللي ممكن نسميه حتى مرض نفسي. okay. ده ملهوش علاقة خالص بإيماني. بس بعد كده بيبتدي ان هو بدل ما يقول خلاص انا في الحتة دي فهبعد عن ربنا، مش معنى ان انا تعبان ان هو سابني، يعني مع انه حاسس ان ربنا سابه، قال له الى متى تنساني، بس بعد كده يرجع ويقول بيطلب منه انظر واستجب لي يا رب، انر عيني لألا انام نوم الموت، لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقية باني تزعزعت. فانا رايح بقول له يا رب ساعدني، يا رب نجيني، مش عايز ابقى عايش مهزوم وحاسس ان انا حياتي كلها فشل وهزيمه. وعشان كده في الاخر كمان بينهي بجمله ايمان حتى لو هو مش حاسسها، بس بيقول أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. طب منين حزين كل يوم ومنين أغني للرب؟ ده مش معناها أن أنا جوايا مفرفش ومبسوط، معناها أن أنا جوايا جملة إيمان وإيمان أنه هو موجود وأنه هو هينجيني وأنه هو معايا حتى في الوقت الصعب. ميرا، انت وصفتي لي ان في الاول ما كنتش عارفه تنامي، مش عارفه تاكلي، مش عارفه تعملي حاجات كتير. بعد الدكتور واتوقع اخدتي ادويه كمان، ايه الوضع النهارده؟ وصفي لي الدنيا ماشيه ازاي. الادويه متاخد عنها فكره وحشه قوي انه هي غلط وان هي بتعمل ادمانات وكده، لكن الحقيقه ان هي بتاثر الطرق قوي في ان احنا نقلل الاثر الوحش بتاع المرض النفسي. انا فاكره اول يوم صحيت بعد تقريبا 15 او 17 ساعه نوم بسبب الادويه، صحيت بصيت لنفسي في المرايه وقلت مين دي؟ ودي كانت لحظه تقريبا غيرت حياتي، يعني لانه انا تعرفت على نفسي من اول وجديد. عدى عليا وقت كان صعب قوي قوي، القلق كان بيمنعني من ان انا امارس حياتي العاديه. في اللحظه اللي فيها بتسيطر عليا فكره مقلقه او سيناريو كارثي انا متوقعه انه يحصل، ببدا ادخل كل التفاصيل اللي في الحياه اليوميه جواه، الحدث كله بيبقى جوه دماغي بيوصل للنهايه الوحشه اللي انا مستنياها، فبنعزل بقى عن الحياه وبتزنق جوه افكاري ودماغي، وده ما بيخلصش غير لما بنام بالليل. يعني فمش بس في عزله عن العالم، لكن في ارهاق شديد من كم السيناريوهات اللي حصلت. ميرا، انت وصفه لي معاناه كتير ومجهود كتير طول الوقت، وحتى الفرحه ساعات كتير مش بتحسي بيها، ايه اللي بقى بيساعدك تكملي؟ بص، اللي بيساعدني اكمل ان انا في الوقت اللي فات كله اتعلمت انه شبكه الامان بتاعت البني ادمين حاجه مهمه قوي. انا كان عندي خيبات امل كتيره في ناس مهمه قوي في حياتي، انا ما عنديش الاختيار ان انا اقطع علاقتي بيهم، فاهم قصدي؟ فكان الحل اخد وقت طويل قوي عشان اعرف بس اتعايش مع فكره ان انت ينفع يبقى في حياتك حد
انت فاقد الامل في ان علاقتكم ترجع تتصلح، بس هو لسه موجود في حياتك. اوكي، فاهم. في حاجات تانية بتساعدك تكملي، او في اي حاجه كويسه طالعه من المعاناه دي؟ انا شخصيتي اتغيرت خالص في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. تقدري تقولي حاجات زي ايه مثلا شايفاها قيمه؟ بقيت مقدره اكتر للناس بتعدي فيه، بحاول ما بقاش قاسيه على حد او احسب كلامي كويس. بقيت مقدره قوي قيمه الفرحه او قيمه الوقت السعيد او قيمه الراحه، لانه انا كنت ما عنديش الراحه، ما كانتش موجوده في قاموسي. ففكرت ان انا اقدر قيمه في اليوم السابع استراحة، انا لازم ارتاح واخد وقت اهتم بيه بنفسي وبعلاقتي مع ربنا. زائد انه مع الوقت ومع زي بالظبط لما تبقى صديق حد بقالك وقت طويل فبتعرفه كويس. الخطوه اللي جايه هي اجزاء من حكايه كاثرين جرين واللي كتبتها في كتابها Darkness is my only companion، الظلام هو رفيقي الوحيد. هي خادمه وكانت بتخدم ربنا بقوه لغايه ما تعرضت لاكتئاب عنيف، وكتبت الكلمات التاليه: الالم ما بيخفش وما بيهداش، واللي بيخلي الوضع لا يطاق هو معرفتك ان مفيش علاج واضح هيخليك تخف، ولا في يوم ولا في ساعه ولا في شهر. وعشان كده في اللحظات اللي كنت بحس فيها بقدر ضئيل من الراحه كنت ببقى عارفة إنها مسألة وقت والألم هيرجع تاني أقوى. الحقيقة إن اليأس بيسحق الروح أكتر كمان من الألم. عشان كده الاختيارات في الحياة اليومية كانت إنك بتختار تبدل موقف مزعج بموقف مزعج تاني بس يكون أقل إزعاجاً، أو إنك تبدل عدم راحة لعدم راحة تاني بس جزئي، لأنك بتختار في حياتك اليومية إنك تتنقل من ألم لألم تاني. وبقيت زي ما أكون نايمة في سرير كله مسامير ما أقدرش أؤمن عليه حتى ولو لوقت قليل، لأني بقيت مربوطة فيه، ومنين ما روح هو لازق فيه. لكن كلامها مش بيخلص هنا، بس قبل ما نكمل كلامها ونشوف جزء تاني من القصة عايزين نكمل كلامها بقصة تانية، قصة من الكتاب المقدس، قصة إيليا النبي اللي بعد واحدة من أكبر نجاحاته لما وقف على جبل الكرمل وورى مين هو الإله الحي وتفوق على أنبياء البعل، فجأة روحه انهارت لما عرف إن إيزابل بتجري وراه وعايزة تموته. ما كانش طايق نفسه، طلب من ربنا إنه ينهي حياته. هو خلاص مش مستحمل مقاومة تاني، هو خلاص مش مستحمل ضغط تاني، هو خلاص مش مستحمل يحس إنه دايماً مهدد وإن مفيش غيره بيحارب، وإنه مهما عمل ومهما توقع صحوة من شعب إسرائيل هيلاقي محدش معاه وإن هو واقف لوحده. لكن في الحقيقة القصة ما بتخلصش هنا، والقصة بتكمل وبنشوف الله برفق شديد بيتعامل معاه، إنه قبل ما يقول له أي كلمة بيبعت له أكل وشرب مع الغراب، وكمان الملاك بيحثه إنه نام وريح شوية. قبل ما ربنا يتناقش مع إيليا ويقول له مالك ويقول له إيه اللي جابك هنا، بيتعامل مع احتياجاته الجسدية وبيديله فرصة يشم نفسه. بفتكر اللي حصل معايا أنا شخصياً، إن أنا قلت لربنا أنا خلاص مش مستحمل، لو عندك خطة لحياتي روح اشتغل مع حد تاني. وبكرة بتاعي أخد سنين ربنا ما ردش فيها، لكن بعد كده جت نسخة تانية من أندرو اختبرت حاجات مختلفة قالت له أشكرك إن أنا ما متش. والسؤال اللي بقوله لناس كتير: ماذا لو جاء منك نسخة تانية هتختبر حاجات مختلفة، هيبقى عندها رأي مختلف، يبقى رأيها ساعتها إنه اللي فات ده مازال بشع بس اللي حصل قدام يستاهل. وإحنا محبوسين في الخبرة دي مش قادرين ندوق، بس يمكن تيجي نسخة تانية يبقى عندها رأي مختلف. خطوي في رأيي اللي بتقوليه ده بيساعدني قوي، لأنه اللي بيمر باكتئاب صعب يحس الحاجات اللي هو مصدقها. وأعتقد ده اللي شفناه في الرب يسوع نفسه، إنه رغم إنه قال تلاميذه كذا مرة إنه هيتصلب، لكن لما جاء في جثيماني وهو بيدهش ويحزن ويكتئب ما كانش قادر مشاعره تروح للصليب. فإزاي ممكن أتمسك بحاجة أنا مش حاسسها؟ بس هل أفهم من كلامك على المزمور إنه اللي عنده حاجة نفسية يروح لربنا بس ومفيش داعي لتدخل من أي نوع آخر؟
لا طبعا. اوكي. انا بقول انه ربنا هيساعدني ان في وسط حزني وفي وسط تعبي يكون رافعني، مش ببقى زي ان احنا متضايقين ومضغوطين لكن غير مطروحين. اوكي. فانا متضايق وتعبان بس مش مكسور. اوكي. متضايق وتعبان ومكتئب لكن في رجاء. بس طبعا ده مش معناه انه بس الحل في الكتاب، لانه ربنا حط حوالينا ناس تقدر تساعدنا. ادى الطب النفسي وعلم النفس وادى ناس ادها مواهب تقدر تساعدني، وربنا خلق الجسد ان هو يساعد بعضه. فزي ما المرض الجسدي ممكن اخد له دواء وده لا يتعارض خالص مع كلمة ربنا ومع ايماني، المرض النفسي او الضغطة او التعب النفسي نفس القصة. الناس المتخصصة في العلاج النفسي وفي علم النفس تقدر تساعدني ان انا افهم نفسي اكتر، ده حاصل من ايه، تفهم افكاري اللي بيحصل فيها فاقدر اميز تفكيري واغيره. ممكن مرات انه اكون باخد دواء والدواء يكون برضو بيساعدني. كل دي حاجات ربنا حطها وعلم ربنا ادهولنا ونور ربنا ادهولنا يقدر يساعد مع كلمة الله ومع روح القدس ان انا اكون بمشي مشوار لقدام. لكن السؤال بقى اللي عندي هنا، هل الناس بتخف من المرض النفسي؟ هل ممكن حد كان بيعاني من اكتئاب او من نوع من القلق وممكن يخف من ده، ولا دي حاجة هفضل عايش بيها طول العمر؟ ممكن نخف طبعا. أوكي. بعض الناس مش لوحدي. أوكي. عادة هحتاج اروح لحد يساعدني. أوكي. لحد متخصص يساعدني افهم نفسي زي ما قلنا، وافهم افكاري وافهم يمكن اصول بقى في حاجات عندي من طفولتي او كده اللي ادت للي حاصل دلوقتي. أوكي. وممكن امشي المشوار ده بمساعدة حد متخصص وممكن اخف. ممكن كمان الحد المتخصص يساعدني ان انا يبقى عندي ادوات استخدمها ان انا اقدر اتعايش مع ده واكون كويس. يمكن مش هخف للاخر بس ابقى عندي ادوات اعرف افكر ازاي في المواقف الفلانيه، اعرف اقوم نفسي ازاي لما اكون منطرح. بيديني حاجات تساعدني فاقدر ان انا يمكن ما اخفش للاخر بس ابقى عايش كويس. Okay. طب وفي رايك ايه دور الناس المحيطين بشخص بيعاني مع نوع من الاضطراب او المرض النفسي؟ اهم حاجه اني اكون بسمع وبتقبل. أوكي. مش بقعد اضغط عليه يلا بقى فرفش يلا بقى ما كفايه، طب ايه انت مالك قاعد مبوس كده ليه، مش كفايه كئيبه. الحاجات دي بتضغط الشخص اكتر قوي قوي قوي، لانه هو ما ينفعش كده يعمل سويتش اوف فجاه ويبقى تمام. أيوه. دي حاجات بره ايديا وبحتاج وقت وبحتاج يعني مشوار. أيوه. اني اكون بمشي في مشوار الشفاء مشوار طويل جدا وممكن من الناس ياخد شهور وممكن من الناس ياخد اكتر من كده بكتير. أوكي. فما اقدرش انه انا اجي عشان بقى ده صاحبي وعايزه يفرفش فاعمل له حاجه واتوقع منه انه يبقى خلاص تمام. اتقبل، اسمع الشخص، اسمع مشاعره، اسمع من غير ما اكون بنقد ومن غير ما اكون بحكم، لانه الشخص في الوقت ده من اصعب الحاجات انه بيكون بيعاني بالعزله. وانه يبتدي ينعزل يقول لما انا لو خرجت معهم هبقى كئيب فبلاش. أيه. ما سيبوش لوحده ينعزل، ده بيزود اكتر عليه. افضل وراه، افضل بسنده، افضل بسنده واقول له انا معاك وانا جنبك، مش متضايق لو انا قاعد معاك وانت متضايق، بالعكس انا مبسوط ان انا اكون معاك واكون بسندك وبساعدك. اشكرك جدا وعملت تمييزات كمان اعتقد تساعدنا انه ما نحطش حاجات كلها في حته واحده، لكن نشوف ان في تمييزات مهمه. شكرا. في النهايه وهي بتحكي عن قصة المستشفى والعلاج، في النهاية المستشفى هدمت انطباعاتي عن نفسي إني قوية، كان لازم أعترف إني ضعيفة. ده درس مهم لشخص مسيحي وممكن يتعلمه في أي حد، لكن بالنسبة لي أنا اتعلمته تحت سقف مكان حماني من نفسي. وجودي في أوضة عزل كان مهين، يمكن كان لازم أتضع عشان أختبر ارتفاع المسيح بطريقة جديدة. موت كل طموح، أنا مش قادرة أشتغل زي ما هو مطلوب مني، أنا لا يعتمد علي في الحالة دي، وده أسوأ مخاوفي وأقوى ألم فوقني. كان لازم أعتذر عن كل الوعظات والمحاضرات السنة دي كمان. القرار كان صعب بس رائع في نفس الوقت. صعب عشان صورتي الذاتية أني مش ست قوية كفاية ومش قادرة أكمل زي ما نفسي ومش ما بيهمنيش، لكنه كان رائع كمان لما قررت أعتذر لأني اتنفست وهديت، وده طلع مني صلاة ورحمة وشكر على الارتياح. عرفت وتعلمت اني المفروض ابقى واقعية اكتر ومعتمدة على قوة الروح علشان يموت فيا كل غرور، كل مجد باطل، كل دنيوية، كبرياء، أنانية ومقاومة لله. الوقوع في يد الله امر مذهل.
يمكن كلمة الوقوع في إيد ربنا ممكن تخوفنا كأننا إحنا هنقع في قبضته وهيسحقنا، لكن اللي بنشوفه في القصة دي إنه في إيليا إيد ربنا دي شالته وعزته وأكلته وشربته ونيمته قبل ما نتكلم معاه. واللي بنشوفه في قصة كاثرين إن إيد الله دي داست وضغطت لكنها طلعت جمال وتشكيل هي ما كانتش متوقعاه، وقالت إن هو ده كان المكان المناسب والطريقة المناسبة معاه. خطاوي كل ده هي مش حادثة، يعني هي تراكمات. وأنا في يعني النوع اللي حصل لي ما كانش بسبب حدث كبير، كان بسبب سنين من التعامل الغلط. فأنا ما أقدرش أقول إن هو ما حمانيش يعني، بس أقدر أقول إنه في وسط كل ده أنا من وقت ما كسرت حاجز الخوف وقررت أتكلم عن الموضوع بشكل علني يعني، وأنا ربنا بيحط في سكتي أو بيحطني في سكة ناس محتاجة مساعدة ومحتاجة تروح لدكتور ومحتاجة سندة معينة ومحتاجة حد فاهم ومعدي في الموضوع. وأول جملة من أول حد اتكلم معايا قال لي أنت وصفتي بالظبط اللي أنا مريت فيه، فأنا عايزة أحكي لك لأن أنا مش عارفة أحكي ولا لأهلي ولا لأصحابي وأنا مش عارفة أعمل إيه وعايزة أموت نفسي. كان ده واحدة من الحاجات اللي ساعدتني قوي أتوحد بالناس في وجعهم، إنه أنا عارفة بالظبط هو بيعدي في إيه، فأنا مش هينفع أطلب منه حاجة وأقول له ما تقلقش وخليك كويس، ومش هينفع. بس ينفع أقول له أنا حاسة بيك ما تضغطش على نفسك. شكرا يا ميرا، يعني تجربة تقيلة بس غنية، فشكرا أنك شاركتينها معايا. أهلا بيك. هختم باقتباس تاني من كتاب كاثرين جرين، بتقول التالي: يجب أن أقول أن تلك الأدوية التي كانت مفيدة في الواقع على الرغم من عدم ميل الشخص ليها كانت خيطاً في الحبل الذي نسجه الله باعتباره شريان الحياة الذي ألقاه لينقذني من سقوطي في الهواء. لقد ساعدتني الأدوية في إعادة بناء نفسي جزئياً حتى أتمكن من الاستمرار في كوني الأم والخادمة والكاتبة التي أعتقد أن الله يريدني أن أكونها. والخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً، جامعة 4-12. وبعدين بتطبق قرايتها للآية دي في حياتها. كانت الخيوط الثلاثة لحبلي هو الخيط الروحي المتمثل في العبادة والصلاة، والخيط النفسي المتمثل في العلاج النفسي والمشورة، والجسدي العلاج الطبي أو الدواء ودخول المستشفى والتمارين الرياضية. زي ما تكلمنا محتاجين نكتشف ان احنا مختلفين ومحتاجين حاجات مختلفة، كلنا محتاجين نطلب مساعدة. في ناس مننا هتحتاج أدوية، لكن في ناس تانية هتحتاج تمشي مسيرة مع ناس متخصصة تساعدها انها تفكك وتتعامل مع اللي حاصل معاهم. لكن كمان من ناحية تانية عايز اشجعكم انكم تفتكروا انه مهم قوي ان احنا نعبر عن مشاعرنا وألمنا، لكن ما نصدقش كل حاجة بتقولها مشاعرنا في الوقت ده. وده اللي بنشوفه في الرب يسوع ذات نفسه، انه في جسيماني في الاكتئاب اللي كان فيه مش قادر يقول بنفس الأريحية انه هيروح للصليب، لكنه بيفضل يصلي ويطلب معونة حتى لو كرر نفس الصلاة زي ما هي، وبيمشي باللي هو مقتنع بيه حتى لو مش حاسه في الوقت ده. واللي فيها ما كانش قادر يتفاعل مع شعوريا مع اللي هو عارف انه صح، لكنه قرر انه يمشي ويفضل ياخد خطاوي بناء على اللي هو مقتنع بيه مش اللي هو حاسه. عشان كده بشجعنا ان كلنا نفضل ماشيين في رحلتنا واحنا بنطلب مساعده واحنا بنعبر عن مشاعرنا، لكن كمان بنحاول نمشي باللي احنا مقتنعين بيه.